اليوم باش نهزكم تعيشوا معايا نهار في تستور بمناسبة مهرجان الرمان. مدينة تستور تعتبر من أكبر المنتجين للرمان في تونس، وكما الوقت هذا من كل عام تعيش المدينة على وقع مهرجان الرمان اللي يعتبر حدث كبير للترويج للسياحة والصناعات التقليدية في الشمال الغربي لتونس. هوني يجيوا العارضين من كل بلاصة باش يورينا أحسن وآخر المنتجات الإيكولوجية والفنية. مع الجمال المعماري ذو الطابع الأندلسي لمدينة تستور، يصبح المعرض عبارة عن رواق فنون خارجي يعطينا الفرصة باش نكتشفوا جمال وروعة المدينة. مدينة تستور من المدن التاريخية في تونس اللي تأسست على يد المهاجرين الأندلسيين منذ القرن 16، وإلى يومنا هذا ما زالت المعالم التاريخية والأندلسية شاهدة على عراقة هذه المدينة، وحتى الحلويات الأندلسية ما زالت تصنع أنواع وأشكال وفيها بنة مش عادية. الجامع الكبير بتستور واحد من رموز المدينة، ويعتبر من المعالم التاريخية النادرة في العالم اللي نشوفه من خلاله روعة الهندسة المعمارية الأندلسية، وخاصة صومعة الجامع اللي فيها ساعة دور عكس عقارب الساعات العادية، وهي الساعة الوحيدة في العالم من هذا النوع. إذا كان تعرفوا سرها قولونا في التعليق علاش الدور عكس الساعات الأخرى. وانت تدور في زناقي تستور لازمك تجرب كاس عصير رمان فرشك. هوني في شوارع المدينة وين تمشي تلقى الرمان أصناف وأشكال، عصير، معجون وبرشة مشتقات فيها العديد من المنافع والفوائد، ومن غير ما نحكي لكم بالطبيعة على البنة بتاعه. في تستور النجم نشريه الرمان بأقل سعر ممكن، نظرا لأن العرض مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وكما النجم زاد نمشيه للسواني وناخذ الرمان اللي يعجبنا مباشرة من الشجرة. وانا عجبتني برشا الطريقة هذه لأنها تعطينا الفرصة باش نتواصل مباشرة مع الطبيعة. تستور زادة معروفة برشا بصناعة الأجبان. هوني نلقاو الجبن ومشتقاته بكل الأنواع المحلية والعالمية، كيما الريكوتا، الجبن العربي، الموزاريلا، الجروير، السيسيليان، والعديد من الأنواع والأشكال تتم صناعتها وحفظها حسب الطرق التقليدية أو الحديثة، وتتباع زادة في تونس وتتصدر للعديد من الدول المغاربية والأوروبية. جمال الطبيعة في تستور يخليها تكون وجهة مميزة لعشاق الرياضات الجبلية. إذا جيتوا لتستور ما تنساوش تجربوا الأرجوحة الجبلية تيروليان، وعلش ليه تعملوا دورة وتعيشوا تجربة إيكولوجية فريدة. مهرجان الرمان في تستور جاي باش يورينا قداش بلادنا مزيانة ومحليها، محليها بعاداتها، محليها بتقاليدها، وقداش عنا مخزون تراثي وثقافي كبير. كان مازلت ما عملتش طلع للمهرجان، المهرجان متواصل حتى 2 نوفمبر. إن شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم، ما تنساوش باش تعملوا إعجاب وتشاركوه مع أصحابكم، وإذا تحبوا تشوفوا برشا بلايص مزيانين في تونس ما عليك كان تعمل طلع على ستوريات في الانستغرام ولا الفيسبوك. كان معاكم أمين مولهي، نتقابلوا إن شاء الله في الفيديو الجاي.